محمد المؤمن مصور سعودي هاوي وتجاري حر. بدأ التصوير عام 1997 ولم يبدأ بجدية إلا عام 2005 بعد انضمامه لمجموعة أصدقاء الضوء. ومنذ ذلك الحين بدأ الخوض في مجالات عدة، ثم تخصص بتصوير الماء والأجسام السريعة. عضو في الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي الفياب، عضو في بيت الفوتوغرافيين السعودي، عضو شرف في مجموعة أصدقاء الضوء، عضو في مجموعة الفنون بالظهران، وعضو كذلك إداري بنادي الاستوديو للتصوير الفوتوغرافي التابع لبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب. محمد المؤمن مصور فوتوغرافي محترف. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. الله يحييك. من أنواع التصوير الفوتوغرافي كما عرفت منك ما يسمى بالتصوير السريع أو فائق السرعة، ممكن تحدثنا عن بعض أو مفهوم هذا التصوير؟ والله المفهوم حق التصوير فائق السرعة يختلف من شخص إلى شخص، فممكن اللي أنت تشوفه سريع أنا ما أشوفه سريع، لكن في خلينا نقول حدود مشترك أو مفهوم مشترك بين الأغلبية من المصورين. يمكن في السابق في قبل قرنين كانوا يعتبرون مثلا سرعة غالق 1/25 من الثانية أنها تصوير سريع، لأنه يحتاجون يصورون لمدة دقائق حتى يقدر يصور الصورة. فمن يمتلك هذه السرعة يعتبر يعني سرعة جبارة، لكن مع التقنيات الحديثة يعني خلينا نقول متعارف عليه ما هو قانون أنه سرعة واحد جزء من 2000 من الثانية فما فوق، او يعني او اي تعريض اقصر من هذه المده يعتبر تجميد وتصوير سريع. التصوير السريع هذا المفهوم الاطار العام. نعم. في انواع من التصوير السريع، في اقسام ايضا. هو الفكرة واحدة لكن قد عنون بعناوين مختلفة لأنه المواضيع اختلفت. يعني مثلا جاءت تصوير السوائل، جاء عندنا تصوير انفجارات البالونات، جاء عندنا الرصاص، أشياء كثيرة ومواضيع مختلفة، قد تصوير رياضي الشخص وهو يركض في الملعب، أنواع كثيرة كلها تجتمع في مفهوم واحد وهو السرعة. السرعة. أنا لاحظ أنه أمامنا على الطاولة في مجموعة أجهزة، يعني فممكن تحدثنا عن هذه كل جهاز تقريبا وفيما يستخدم؟ هذه الأجهزة حقيقة يمكن تلخص مراحل مختلفة. نعم. من محاولاتي في هذا النوع من التصوير. أنا بدأت تصوير مدة طويلة قبل ما أتعرف على هذا المجال، وفي يوم من الأيام شدتني صورة وخلتني أبحث فيها و أبدأ أحاول محاولات جادة. قد يسوقنا هذا إلى سؤال آخر، وهو مسيرتك مع التصوير السريع، يعني وأنت كبارز في المجال هذا بشكل عام. هي بدأت القصة أني رأيت صورة وضعها أحد الأصدقاء في أحد في منتدى أصدقاء الضوء، أحد كان المنتدى اللي أدخل فيه كثير في هذه الفترة في ذاك الوقت. الصورة كانت عبارة عن رصاصة ومصورة بكاميرا مثل الكاميرات اللي نستخدمها، فاحنا استغربنا، بدل الناس انقسموا قسمين، ناس يكذب الصورة وناس تصدقها، فما احنا عارفين هل هذه مركبة، هل هي صدق، هل كاميراتنا قادرة على تصوير هذا النوع من التصوير. هذه أشعلت شرارة البحث التحدي. الأولى والتحدي أنه نبدأ نحاول ونفكر ونشوف كيش المصورين العالميين يشتغلون عليه، ونحاول نتعلم التقنيات ونوصل إلى النتائج المرغوبة. جميل. وهذا ساقك إلى تجميع مثل هذه الأجهزة كثيرة وقصة طويلة. نعم. فحدثنا عن بعض أجهزتك المستخدمة في هذا التصوير، وبناء عليها الأنواع من التصوير اللي أنت ذكرتها. التصوير فائق السرعة هو حقيقة لا يستدعي معدات متقدمة، نقدر نبدأ معدات بسيطة، لكن أنا بدأت من الآخر، يعني حاولت انه ابدا في اصعب نقطه، ويمكن هذا جزء من اللي يعني هو عامل التحدي هو اللي يخلي الشخص قد يبتدا بالعكس، مع انه المفروض الشخص يحاول الافكار الابسط حتى ينتقل الى المحاولات المتقدمه. عشان كذا الصور المتقدمه تحتاج انظمه معقده والكترونيات وتوصيلات، فبديت اجمع واسال واستشير المصورين وادور مساعدات واشوف خبرات بعض المصورين العالميين، فتوصلت انه القضيه الصور المتقدمه تحتاج معدات الكترونيه وتحتاج خبره في توافق النظام التصوير مع الحدث وشغلات بالشكل هذا.
فمن هنا دخلت في عالم الإلكترونيات، واللي أنا عندي خبرة بسيطة فيه يعني ما هي متقدمة، فقط أساسيات، لكن هالأساسيات أثبتت فائدتها في الوقت هذا، نعم. في يوم ما كنت أعتقد أنها بتكون مفيدة لي يعني من في أيام الجامعة، شغلات درسناها توظيف دراستك في مجال هوايتك يعني. بالضبط، يعني يوم من الأيام درسناها فقط للمتعب، لكن ما كنت أتصور يوم من الأيام أني بوظفها، لكن لما دخلت في هواية التصوير وجاء التحدي هذا بالذات فعلا استفدت منها كثير. جميل. تذكر للمشاهد بعض الأجهزة اللي متوفرة لدينا الآن؟ في البداية أنا ما بديت بأجهزة، كنت يعني محدود في الميزانية، فكنت أحتاج أرخص حل، لكن في نفس الوقت ضمن المعلومات اللي كنت أعرفها. يعني هنا المعادلة الصعبة، إنه ما تبغى تتجاوز اللي تعرفها لا في الـ في الـ في السعر ولا في كمية المعلومات. ومن هنا وجدت بعض المواقع اللي تعطي تفاصيل كيف تبني دوائر كهربائية، فبديت أدخل في معمعة طويلة، حتى هذه أنا يعني مخليها ما استخدمها لكن للذكرى، يعني مخلي هذه بقايا القطع الإلكترونية اللي كنت استخدمها في بناء بعض الدوائر اللي احتجتها. وبدأت القضية بالشكل هذا، هذه أدوات تستخدم لبناء النماذج الأولية، يعني أنت لا تستطيع تستخدم هذه في 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 بشكل جدي كدارة مثلا، كدارة إلكترونية مثلا، إيه هي دائرة إلكترونية متكاملة وتعمل، لكن مثل ما تشوفين كل شيء مفكوك، كل شيء معرض للماء، للالتماس كهربائي، يعني تتعطل بسرعة. ممكن يكون مخطط أولي للدائرة الكهربائية. بالضبط، هو هذه تجربة أولية تثبت إنه الدائرة حتشتغل، يسمونها بريد بورد، يعرفونها اللي يشتغلون على الإلكترونيات. بعدين انتقلت إلى المرحلة الثانية، إنه لا أبغى الأجهزة تتلحم بشكل صحيح وتتغلف، فاستخدم دائرة مثل هذه مع نفس القطع، هي نفسها بس تتلحم بسلك لحام، وبدأت أفكر إنه أغلفها بشكل بحيث نصير مقاومة بحيث إنه أقدر استخدمها يعني بشكل عملي في الميدان، وسط سوائل، وسط زجاج تكسر، وسط أماكن من الصعب إنه دوائر مثل الدائرة الأولية تشتغل فيها. جميل. أنا أشوف هنا في أيضا في جهاز بشكل. بالضبط، هذا ايضا من محاولات توفير السعر، يعني استخدام المواد البسيطه الأولية لبناء دوائر. حقيقه ان هذه جزء مكمل للدائره اللي هناك، هي دائره الكترونيه تستخدم تستخدم الاشعه تحت الحمراء لاقتناص لحظه سقوط قطرات او قطره ماء من مصدر، او قطره عصير، او قطره حليب. وفعلا كانت فعاله جدا رغم شكلها يعني الاولي ورغم انها تتعطل بسرعه، لكن فادتني في المراحل الاوليه. جميل جميل. ونفس الشيء هنا، شوفوا حتى كيف اللزق، كيف متفككه، لكن اشتغلت ونفعت، يعني وصلتني الى المرحله اللي انا اشتغل فيها الان. جميل. شوف القارئ في جهاز أي. هذا الجهاز اللي انت شايفه هو المرحله الاخيره في، خلينا نقول، عمليه تطور في الانظمه المتقدمه. نعم. يعني لازلت اقول متقدمه، المفروض الشخص ما يبدا باي شغله من الشغلات هذه. هذا جهاز تجاري عباره عن حل الكتروني، هو مشابه بالضبط لما انت بنيتها بالضبط. فقط السبب اللي خلاني ابدا استخدم جهاز مثل هذا رغم سعره اغلى بكثير من الانظمه هذه اللي تبنيها، هذه تكلفك يعني لا يعني سعرها كلها لا يتجاوز 200 إلى 300 ريال، لكن هنا انت تبدا باول قطعه 1200 وكل قطعه تضيفها توصل الى 4000 ريال يعني بسهوله يعني. فهذه الأنظمة اللي خلاني أبدأ أفكر يعني استخدمها، أنه بديت أصير جدي أكثر في المحاولات، وبدأ يهمني قضية أنه لازم الجهاز يشتغل ويكون موثوق، نتائجه ما أبغى يعني أنه مرة يشتغل مرة ما يشتغل، مهما كان الدوائر اللي أسويها حتى المغلفة ما كانت بجودة الحلول التجارية. التجميع المصنعي هو بمراحل أفضل من التجميع اليدوي، مختبر من أدوات عملية، هي معمولة تقيس وتعيير، هي التي تستخدم في الراديو والتلفزيون ونفس الأجهزة، مهما كان ما هي مثل عمل شخص يدوي مركب، رغم أنه في متعة في تركيب هذه الأشياء. جميل. من خلال مفهومي للتصوير الفائق السرعة، يظهر في نوعين من التصوير، أو أقصد في طريقتين للتصوير فائق السرعة، أما التجميد باللحظة بالفلاش أو التجميد بسرعة الغالب. بالضبط. فممكن تحدثنا عن هذا النوع. هي من بداية التصوير، من أيام مخترع نظام النيجاتيف،
واللي هو فوكس تالبوت. هذا الشخص لاحظ انه هو كان يعني يشتغل في مختبر، ولو كان عنده مكثفات كهربائيه تطلق شرارات، فلاحظ انه لما تكون الغرفه مظلمه والشراره تنطلق، لاحظ انه الاشياء اللي هو ما يقدر يشوفها بعينه المجرده يقدر يشوفها في اللحظات هذه. فتخيل انه ولدت الفكره من بدايه من زمن ولاده النظام النيجاتيف، يعني من بدايه ايام التصوير. لكن في صار نوع من التسابق بين التصوير باستخدام الشراره او الومضه او البرق، حتى برق السماء هو نفس يستخدم. الفكره انه ممكن انت تكون ماشي في صحراء ومظلمه وشخص يركض بسرعات عاليه، انت حركاته ما تقدر تطلع كل حركاته، لكن في الظلام لما يضرب البرق تقدر تلاحظ تفاصيل ما تقدر تلاحظها في الحاله الاعتياديه.